والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلاه وسلاما على سيد المرسلين. الحمد لله، الاجتماع كان تلبيه لدعوه قام بها جمعيه الوعي واليقظه لمدينه وهران التي يترأسها الاخ حسن، مشكور على هذا الشيء اللي قام به. وحنا الحضور تاعنا هو كان ملاقاه الانصار والكلام مع الانصار وطرح الافكار والانصات لهذا الانصار هذا، وخاصه البارح كنا متواجدين بالملعب ورأينا تفرجنا مقابلة خاصة صراحة. احنا كملاعبين بالك نتكلم على نفسي، بعد غياب 16 سنة ولا ما دخلتش الملعب، بارا دخلت الملعب كما يقول لك كخطوة أو أقل شيء قد نمدوه الفريق تاعنا مولودية التي يعيش كما يقول لك أزمة خانقة من ناحية النتائج والنقاط اللي راه متوجه للسقوط. إن شاء الله ندعو ربي باش ما يكونش هذاك الشيء. نتمنى فريق تاني يقعد كما يقول لك في ليليت أو في القسم الأول ليتو، ولكن احنا الشيء اللي يهمنا هنا كي دخلنا يعني قرينا المجتمع تاعنا في الداخل في الملعب، وشفنا كيما يقول لك تجاوزات شيء مؤسف. تنجم تقول شفنا كل شيء الا كرة القدم، يعني لاعبين مساكين، ضغوطات كبيرة، مناصرين، مناصر تائه، الكل كيما يقول لك مباردي الضال مباردي لي بيدال، ما كانش حاجة. أظنني هذا الوقت لأن هنا كنخبة تحركنا، راه كاين طرح، راه كاين اجتماعات، راه كاين كلام، راه كاين فكرة، راه كاين إرادة، راه كاين عزم، راه كاين كلش. أظنني احنا وصلنا واحد الدرجة لازم يتفاعلوا معنا، ماشي معنا، يتفاعلوا معها مع وهران، يتفاعلوا مع الجزائر، يتفاعلوا مع هذه الأمة هذه. كمسؤولين لازم يتدخلوا خويا. وأنا شنو نقولوا احنا يعني اتصلوا مع احنا كما يقول لك من باب كما يقول لك انفستيسمون في معرفة ولا طلبا لسلطة أو بحثا على البرستيج ولا، ولكن من باب لازم كاع كما يقول لك نحاصروا هذا الشيء اللي راه متفشي في المجتمع تاعنا. وين رايحين خويا كما يقول لك وصلنا للحضيض، الله حضيض خويا، قلت لك شفنا كل شيء الا كره القدم. يعني الناس لازم تتدخل، يكون فيه طرح وكل حاجه نحطها في المنصب تاعها، كل حاجه نحطها بلاصتها. لماذا الفوضى هذه؟ ما عيب تقول متعمده، ما قريك على بالنا ليس كل ما يعرف ويقال، ما نجموش نقولوا كلش، لان لا تجنبا للفتنه وتجنبا كما يقول لك يعني كما من باب قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على حسب عقولهم، باش ما نضروش ناس وما نجعلوش فتنه وما نشطنوش ناس. حنا كما يقول لك ماذا بينا نقولوا كلمه طيبه، ماذا بينا الناس تاسى بينا كما يقول لك في الحسنى، ماذا بينا الناس تاسى بينا في الصلح يعني. ولكن شقبنا لهذا الشيء، يعني الصبر ما نفدش الحمد لله. ولكن كي تشوف لا ديكادونس، تشوف الناس، تشوف الدعوه رايحه كيما هكا، يعني لازم نحاصروا هذا الشيء اطرافير كيما يقول لك. لازم انا ندعو كيما يقول لك من له كيما يقول لك شيء من المسؤوليه، ولا مثلا الوالي ولا لومار ولا كذا ولا الناس اما ثقافيين كيما يقول لك، هذا بهم يدخلوا يعني، وخاصه السلطات. اظنني هذا الوقت خويا وين نفتحوا كيما يقول لك الحوار، نجلسوا وعلى راسهم الوالي، يعني نطرحوا ونحطوا المواضيع تاعنا ونحطوا الوثائق وندرسوا كل حاجه على حده خويا.